Naravno, tako. آه. بصراحة ذيك اليوم كنت عم بحكي مع الإدارة، يبدو بعضه مش واضح قديش في بالسمستر بعد، بس الظاهر رح يكفوا تقريبا لشي 20 شهر 7، ويمكن بوقفوا ساعتها الامتحانات، ما بعرف، حتى ما بعرف قديش نحن بنقدر نكفي البرنامج. 20/7 دكتور، هيك شيء ايه صحيح، ويمكن الامتحان تعملوا مش 15/10 السمستر الثاني، الامتحان 15 10 15/8 15 لا كيف 8؟ معقولة ما 8 بيعطلوا؟ ما ما بعرف. حيخلوها على شهر 9، مع انه نحن مأخرين دكتور. ايه صحيح صحيح. طب خلينا لكان نحن نستفيد من هالوقت لكان ونبلش. طيب نحن اللي عملناه آخر شيء جمعة الماضية، حكينا عن ال، خلينا نعمل شير للسكرين واكتب لي كم كلمة. إذا بتتذكروا بالأخير جانا حلينا شوية أعمال، بس نحن حكينا عن قانون السعر الواحد، أوكي. وقلنا إذا في عندي هون إذا في عندي بأوروبا، إذا سعر السلعة معينة بأوروبا حطينا هون جي يورو، بتساوي مثلا مفروض ما بعرف قديش، المهم المفروض يطلع عندي إنه سعر السلعة بأمريكا أو بأي دولة تانية، المفروض سعر السلعة يصير سعر السلعة وحدة بيورو ضرب إيه دولار بير يورو. أوكي، هلا أنتم مش بس هيك تحفظوهم، رح يكون في عندكم شوية قواعد هيك، مش كذا وحدة. إذا بدكم بهاي الحالة فيكم تحفظوها بالشكل التالي. يعني في يحط هون، بس لأن هون السعر باليورو وهون السعر بالدولار. هلا هون مثل ما شايفين دولار على يورو وهون يورو، فيكم تعملوا سمبليفاي باليورو، بيطلع عندكم هون بالدولار وهون بالدولار. بقى هيك بتعرفوا انه لازم يكون دولار فوق واليورو تحت. مهم. هذا سميناه قانون السعر الواحد، وهلا وهذا من هذا قانون السعر الواحد في استنتج انه سعر صرف السلعة، سعر صرف اليورو بأمريكا، يعني سعر اليورو الواحد بيساوي السعر بأمريكا، سعر السلعة بأمريكا على سعر السلعة بأوروبا. هلا رجعنا سألنا بعدين انه لما يكون في عندي ملايين من السلع انا بس بالأسواق، عن أي سلعة عم بحكي؟ عم بحكي عن الساندويش، عن كيلو اللحمة، ولا عم بحكي عن السيارات، ولا بحكي عن الكمبيوتر، ولا بحكي عن القهوة؟ تفضلوا شاركونا. قلنا بنحكي عن عن سلة من سلة السلع. السلع، بنحكي عن سلة من السلع، أو بنحكي بالتالي عن مؤشر الأسعار. يعني صرت بدل ما أحكي عن سلعة معينة هون، عن أوكي، مجموعة بصير. بحكي عن سلة من السلع، بالتالي صار فيي أقول إنه بي يو اس، وهون صرنا كثير هذه القاعدة ضرورية، مفروض تساوي اي دولار بير يورو ضرب بي باليورو، مؤشر الأسعار بأوروبا. طيب هذا سميناه لما يكون هذا تتحقق. هون بقول يعني أنا بسألكم سؤال، هل يتحقق تكافؤ، قانون تكافؤ القدرة الشرائية؟ إذا هذا هون معناته قانون تكافؤ القدرة الشرائية، أوكي، هذا يعني عم يتحقق هون. طيب
هذا كله شرحنا. وكمان في أنا هون أقول أن أستنتج بالتالي أنه في أقول أعرف سعر الصرف بين بلدين، بعملها هيك بتساوي بي دولار على بي يورو. راح نكفي عنا هذا، نحكي عنا بعد شوي. طيب هلأ اليوم بدي كفي شوية شغل بهاي القاعدة. أنا إذا باخد رح أعمل شيء اسمه كيو دولار بير يورو، يلي هي هيدا الترم، اسمي هيدا الترم، برجع بعيدهم، هيدا الترم اللي هون على هيدا الترم، هيدا بيساوي دولار بير يورو على بي يورو، يورو أو يوروب يعني ما بيأثر على بي يو اس. هذا إذا كان في عندي بيساوي واحد لما يكون في عندي تكافؤ بالقدرة الشرائية، يعني لما هذا يكون صحيحة هاي، يعني هذا الترم بيساوي هذا الترم، معناته هم بيساوي واحد، هذا في حال وجود تكافؤ في القدرة الشرائية. واضحة هاي؟ فإذن لما يكون في عندي تكافؤ بالقدرة الشرائية في سنت الشغلتين، أول شيء هاي الكيو بتساوي واحد، هاي الكيو اللي هون بتساوي واحد، وهاي الكيو رح نعطيها اسم رح نسميها سعر الصرف الحقيقي. هلا بتشوفوا ليش سعر الصرف الحقيقي. فإذن في حال تكافؤ القدرة الشرائية سعر الصرف الحقيقي رح يكون بيساوي واحد، وفي حال وجود تكافؤ القدرة الشرائية رح استنتج انه سعر الصرف لسلعة معينة بتساوي سعر السلعة بأمريكا على سعر السلعة بره يورو. اذا بدكم كمان رح نطبقها بعد شوي على لبنان. هلا في حال ما في تكافؤ بالقدرة الشرائية شو معناته؟ يعني أنا بدي أفترض هون إنه الكيو، أفرضه إنه الكيو أستهزأ شوان صحيح الله صحيح جاي يفتح. فإذن الكيو رح سميها سعر الصرف الحقيقي مثل ما قلنا. سعر الصرف الحقيقي رح تكون بتساوي واحد في حال تكافؤ القدرة الشرائية. فإذن برجع نعيد من هون الكيو يو اس الكيو سعر الصرف الحقيقي شو اسمه بأمريكا بير يورو بتساوي قلنا اي دولار بير يورو ضرب بي يورو على بي دولار، بي دولار يعني يو اس، هذا بتساوي واحد في حال تكافؤ. التكافؤ هذا بنسميه بالانجليزي purchasing power parity، purchasing power parity. هول الشغلات لازم تحفظوهم يعني حتى لما اجوا بالامتحان، يعني شو معناه purchasing PPP
Purchasing power parity. يسموها بالفرنسي parité de pouvoir d'achat. Parité de أو ما بعرف إذا de pouvoir d'achat. أوكي. ماذا لو لم يكن في تكافؤ؟ يعني في حال عدم التكافؤ. في حال عدم التكافؤ. معناتها الكيو دولار على كيو يورو بدها تساوي كمان اي دولار بير يورو ضرب بي يورو على بي يو بي دولار. هون تنتبهوا لي لشغله، ممكن تكون هاي اقل من الواحد، ممكن تكون بتساوي واحد، ممكن تكون اكبر من واحد. شو معناتها بكل حال؟ طبعا لما تكون بتساوي واحد هذا معناتها بي بي بي. تكافؤ القوى الشرائيه، هذا مش مختلفين عليها. بس ولكن لما تكون اقل من واحد شو معناتها؟ طلعوا فيها شوي، اذا بنطلع نحن على المكونات، اذا هذا اقل من واحد، هذا بستنتج من هون انه الاي دولار بير يورو ضرب البي يورو رح يكون اقل من بي دولار. شو معناتها؟ معناتها انه سعر السلة الأجنبية اقل من سعر السلة الأمريكية. شايف؟ لأنه إذا بتشوفوا هون هذا سعر السلة الأجنبية. لما يكون هذا الراشيو اقل من واحد معناتها اللي فوق اقل من اللي تحت، معناتها سعر السلة الأجنبية اكثر. أنا بسألكم سؤال هون، لما تكون السلة الأجنبية سعرها أقل من سعر السلة المحلية، شو بيأثر علينا نحن؟ حدا بيعرف؟ السلة الأجنبية أقل من السلة المحلية؟ بترتفع صادراتنا؟ يزيد الواردات، نستورد كثير. الواردات تاعتنا بتزيد، بصيرنا نستورد من برا نحن أكثر، صحيح؟ الواردات تعطنا معناتها برا الحياة أرخص من عنا، معناتها نحن بدنا نصير نستورد من برا أكثر، نستورد سلع وخدمات. ولما أقول أنا نستورد سلع وخدمات معناتها برا أرخص من اللي عنا، معناتها السيارات ومعناتها الألعاب والمحارم والسندويشات برا أرخص من اللي عنا، معناتها أنه رح يطلع من عنا سواح يروحوا لبرا، مش هيك سواح؟ أما نحن صادراتنا فبدها تكون غالية، بتخف الصادرات تعولتنا وما بيجي لعنا سواح زيادة. طبعا بهالحالة طبعا ما في تكافؤ بالقوى الشرائية. أما في حال العكس، في حال كان هذا الريشيو أكبر من واحد، معناتها سعر السلة سعر السلة الأجنبية أعلى من سعر السلة المحلية. خلينا نأخذ نحن مثل صغير. على فرض بيسألني سؤال، افترض أن بي يو اس بتساوي 110، بي يورو بتساوي 105، وافترض كمان انه الاي دولار بير يورو بتساوي 1.07. احسب سعر الصرف الحقيقي. سعر الصرف الحقيقي حط القاعدة بتساوي اللي هو كيو دولار بير يورو، سعر الصرف الحقيقي الأمريكي طبعاً، هون الأمريكي بتساوي اي دولار بير يورو ضرب بي يورو على بي يو اس، معناته الكيو يو اس تساوي الاي
بصيروا 1.07. طبعا هون 1.07 دولار حق اليورو الواحد، اوكي، ضرب البي الاوروبي 1.105 على 110، بيطلع عندي هون 1.02. بيطلع 1.02، اوكي. شو معناته؟ حدا يقول لي هون شو بستنتج؟ طبعا هون يعني تقريبا بتساوي واحد. اوكي، بس هلا ما بتساوي واحد، شو شو بتستنتج من هاي؟ وين اغلى؟ السلي وين؟ نعم؟ سعر السلي، يعني سعر السلي الأجنبي بيساوي 1.02 سعر السلي الأمريكية. اوكي، معناتها انه سعر السله الاجنبيه بتساوي 1.02 سله امريكيه، يعني السله الاجنبيه اغلى من السله الامريكيه. بقديش اغلى من السله الامريكيه؟ طبعا ب 2% مثل ما هو واضح هون. اذا هون اذا سعر السله الاجنبيه أعلى من المحلية ب 2%. 2% جبتها من هون، هذه 2. أوكي، هلا بيبقى في عندي شغلة هون. طبعا هون ما في عندي بي بي بي، تكافؤ لا يتحقق، لأن لا يتحقق التكافؤ لازم يكون في عندي بيساوي بعضهم. هلا طبعا نحن كثير قراب للتكافؤ هون. طيب هون بدنا نحكي عن شغلة شفناها نحن، من سمعتوا عنها يمكن من شي سنتين، بس خلي المحي هون. هون يا جماعة الخير نحن مش عم نحط كيو يو اس، كيو دولار بير يورو بتساوي اي دولار بير يورو ضرب بي يورو على بي يو اس بي دولار. طيب في حال، شوفوا لي هون، انتبهوا لي شغلة، في حال كان كيو أكبر من الواحد ب إكس، مثل ما طلع قبل شوي 0.02 يعني ب إكس بالمية، نقول أن اليورو لفوق يعني مقوم، أن اليورو مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية ب 2% ب x بالمئة، ب x بالمئة. في حال هيا اوكي بتشوفوها هاي هون عندي اياها هون، إذا كان سعر الصرف الحقيقي هون أكثر من واحد بنسبة X بالمئة، فهذا يعني أن السلع الأجنبية أغلى من السلع المحلية، ونقول عندها أن العملة المحلية ضعيفة، وأن اليورو في هذه الحالة مقوم بأعلى من قيمته بـ X بالمئة. أوكي؟ أي نقول أن اليورو مقوم بأعلى من قيمته بـ X بالمئة، وطبعاً الدولار ضعيف، والدولار ضعيف لأن العملة المحلية. كمان العكس صحيح، في حال كان كيو أقل من واحد ب
X بالمئة. هلا نعمل عليه مثل، نقول أن اليورو مقوم بأقل من قيمته، بأقل من قيمته ب X بالمئة، والدولار قوي. نحن قلنا قبل شوي لما طلعت معنا، لما طلع معنا قبل شوي الـ Q دولار بير يورو، كان طلع بيساوي 1.02. هذا معناته أنه اللي فوق أعلى من اللي تحت، معناته الدولار ضعيف، الدولار ضعيف واليورو مقوم بأعلى من قيمته ب 2%. في سؤال لحظه هون. طيب رح نرجع نعطي عليهم امثله لهول اكثر من هون. طيب انا بسالكم سؤال، سمعتوا انتم من فتره، من شي سنه ونص، السنه الماضيه تقريبا مثل الايام هاي، كان عم ينحكى انه الليره اللبنانيه او الدولار مقوم باعلى من قيمته، او الليره اللبنانيه مقومه باقل من قيمتها. سمعتوا فيها هاي من شي سنه مثل الايام؟ طيب مش الظاهر. ليكو شو اللي عم بيصير هون؟ أنا عم باخد الكيو، عم باخد سلة، عم باخد هون سلة من المواد الغذائية، من السلة بي، وهون السلة الأمريكية والسلة الأوروبية، وهذا صار الصرف. طيب شو رأيكم هون؟ بما أنه هون عم بحكي أنا عن سعر اليورو، لنعمل شيء عن لبنان. أوكي؟ ونشوف هل الليرة اللبنانية مقومة بأعلى من قيمتها ولا بأقل من قيمتها. فيها شيء فينا نعملها؟ دكتور صح. خليني هون بس، وين هاي؟ مرواح ليش عم يعمل هذا هون؟ هلا المشكلة إنه ما في عنا سلة. هلا بدي أرجع أحكيكم شوي عن قصة السلة. في مؤشر بيستعملوه بالاقتصاد، مؤشر البيج ماك، بيج ماك، ساندويشة البيج ماك. ساندويشة البيج ماك يا جماعة الخير بيستعملوها لأكثر من سبب كمؤشر، يعني بدل ما أخذ سعر السلة بأخذ سعر البيج ماك. ليه بأخذ سعر البيج ماك؟ لأكثر من سبب. سعر البيج ماك في بقلبه لحمة، في بقلبه خضرة وطحين وقمح، وطبعا كل شيء ساندويشات، وفي بقلبه عمل، أوكي، وفي بقلبه شوية رأس مال، يعني طبعا بالنهاية في رأس مال لنعمل ساندويشة البيج ماك. طيب قديش سعر ساندويشة البيج ماك بلبنان؟ بيحسبوها بالتالي مثل سلة، ماشي الحال؟ هلا هي مؤشر، مناش انه دليل. سعر البيج مؤشر، رح نروح هون على مؤشر البيج ماك، مؤشر البيج بيج ماك. اوكي، سعر سعر البيج ماك في امريكا حقه 3.99.
3.99 دولار. هلا اذا بتفتحوا الانترنت بتلاقوا 3.99 سعر البيج ماك في لبنان. هي قبل شوي انت كنت عم دور عليها، فرجينا هي. هي شايفين البيج ماك هون حقها 130 الف ليره، شايفينها 130 الف ليره، 130 الف ليره. مشي انا. وهلا طبعا سعر الدولار الاي دولار بير ال ال عم بحكي قديش حق الليره اللبنانيه، يعني بتوع بتساوي واحد على اي ال ال بير دولار، مش هيك؟ بتساوي واحد على 30 الف، مظبوط. بالتالي صار في احسب سعر الصرف الحقيقي بالنسبه لليره، بس كيو دولار بير ال ال بيطلع عند الاي هاي اللي هون، بدها تكون بتساوي الاي دولار بير ال ال ضرب الكيو ضرب البي ال ال على بي يو اس. هاي بتساوي الاي دولار بير ال ال بتساوي 1 على 30 الف ضرب السعر بلبنان قلنا حقها 130 الف، وقسمهم كلياتهم على بي يو اس يلي هي 3.99. احسبوا لنا اياها قديش بتطلع هاي. حسبتوها؟ طلعت معي 1.086. وأنا هيك 1.086، خلينا نقول نعملها 1.09 تقريبا. ايه اوكي. شو بتستنتجوا من وراء هاي؟ أكبر من واحد. ايه شو بستنتج من وراها؟ أنا شو في يقول؟ الدولار ضعيف. الليرة ضعيفة هون ولا الدولار؟ وين أغلى البيج ماك، بلبنان ولا بأمريكا؟ لا بلبنان. بلبنان معناتها الليرة أعلى من قيمته، اللي فوق أعلى من قيمته. فإذا الليرة إذا بتكون الدولار ضعيف، صحيح الدولار ضعيف والليرة مقومة بأكثر من قيمتها بتسعة بالمية، يعني لازم تكسر الليرة 9% لنوصل لسعر الصرف يلي لازم يكون هون. هذا طبعا على فرض انه البيج ماك 130، انا هيك شايفه عندي هون، انا مبين عندي انه البيج ماك حقه هي فرام 130 الف ليرة. اوكي هلا انتو شو فيكم تعملوا؟ فيكم ترجع تجربوا هذا الاكزرسايز على اكثر من سلعه، يعني فيكم تروحوا تسالوا اذا عندكم حدا مثلا بالخليج، اذا عندكم قرايب بافريقيا، اذا عندكم حدا باوروبا بامريكا بكندا، تسالوهم مثلا عن شيء سعر 2-3 مثلا في اعملها بالنسبه لللحمه، قديش كيلو اللحمه عندنا هون، قديش كيلو اللحمه عندهم هونيك. في اسال عن اكثر من سلعه واعملوا هذا المقارنه هون، بس هذا اللي عم قلكم عنه هون هذا بيسموه مؤشر البيج ماك. مؤشر البيج ماك في عنا مجلة، خلينا بس قبل ما كفي أخذ الحضور عندي هون. في عنا مجلة الإيكونوميست، إذا بتروحوا أنتوا لهون على الإيكونوميست أوكي، في مجلة الإيكونوميست هون فيكم شايفين، هاي مجلة إيكون مجلة اقتصاد بريطانية كتير حلوة هاي المجلة،
بس للأسف الاشتراك فيها غالي كثير، فوق ال 200 دولار 300 دولار. وهون فيكم تروح تدوروا ايكونومست، ايكونومست بيج، هن اللي بيعملوا هذا المؤشر بيج ماك اندكس. اوكي، ذا بيج ماك اندكس ذا ايكونومست، بتروحوا تبحثوا فيه هون اذا لكم خلق. اوكي، هذا مؤشر بيج ماك. طيب ما راح فوت فيه كثير لانه حرجع نحل على عمل اعمال هون. طيب في شيء سؤال لحديت هون؟ طيب انا اللي بدي اقوله هون انه هيدا المؤشر او البي بي، مش المؤشر، البي بي بي البرشيسينج باور باريتي، ما بتكون ظابطه على طول. يعني بكثير محلات بكثير مرات مؤشر التكافؤ اسعار الفائده ما بيكون صحيح، يعني لا يسري. وطبعا هون السؤال ليش ما بده يسري؟ في عنا أكثر من سبب. يعني ليش أسعار السلع ببلدين ما بيكونوا بيتسووا بين بعضهم؟ حدا بيعرف ممكن يعرف ليش؟ أنا عدا عن الضرائب والرسوم الجمركية والنقل، بدك سبب تاني يعني؟ أوكي، قلي لنا ليش الضرائب والرسوم الجمركية والنقل؟ كل دولة بتفرض على رسوم جمركية على اللي بتكون جاي من برا، فممكن تكون أغلى. فإذن أول شغلة إنه كل دولة بتكون عم تفرض رسوم جمركية على الأشياء اللي جاي من برا. يعني إذا اللحمة عم تنباع برا مثلاً بعشرة دولار، يعني المفروض تنباع عنا كمان بثلاثمائة ألف ليرة. ننزل على السوق بدنا نشتريها بثلاثمائة ألف ليرة، ما منلاقيها، منلاقيها بثلاثمائة وخمسين. 350. ليه؟ لأنه في عليها ضريبة، في عليها جمرك، بالتالي أكيد السعر اللي جوا غير السعر اللي برا. هذا هو السبب. السبب الثاني هو قصة النقل، لأنه إذا حقق بالأرجنتين 300 ألف ليرة أو 30 أو 10 دولار، النقل لهون بده يزيد لها من كلفتها، بالتالي عم تنباع بالأرجنتين ب 10 دولار يعني 300 ألف ليرة، بينما عنا هون بدنا نزيد على 10 دولار تكاليف النقل، بالتالي بده يطلع سعرها. هذا السبب الثاني. السبب الثالث شو ممكن يكون؟ ممكن يكون في عندي أسواق غير تنافسية. يعني أنا بدي أفرض أنه ما في نقل، بدي أفرض أنه النقل كلفته كثير بسيطة، بدي أفرض أنه ما في جمارك، يعني 30 حق 10 دولار هونيك بتوصل لعنا ب 10 دولار لأنه ما في عنا جمارك. بس ولكن إذا في عندي احتكار بلبنان، المحتكر طبعا بده يتجه ليعلي الأسعار، بالتالي الأسواق بحد ذاتها، طبيعة الأسواق، في فرق بين السوق التنافسي والسوق الاحتكار. لما يكون في احتكارات بالسوق واللي يكون في تنافس بالسوق، الأسعار بدها مش رح تتجاوب، مش رح تكون قريبة من بعضها. شو بعد في عندي هون قبل ما أنساهم؟ وين؟ أوكي، في عندي بعض شيء هون، افتكر بعد في عندي شغلة. هذا سرعة التقارب مش مطلوب منكم. ها، هذه هون صفحة 51، سرعة التقارب رح نلغيها الفصل. أوكي، وفي عنا شغلة أساسية هي السلع الغير متبادلة. طب نحن قلنا إنه يعني أصلاً إذا في عندي الليمون عندي غالي بلبنان ورخيص بالسعودية، أو بالعكس الليمون غالي بالسعودية ورخيص بلبنان، العالم بدأ تشتري من لبنان وتروح تبيعه بالسعودية لحد ما تتساوى الأسعار. بس ولكن كمان في أنواع من السلع ما بتزبط. يعني تصور أنتوا هلأ، نحن عنا بلبنان أجار الشقة بالنبطية شيء وببيروت شيء تاني، أجار الشقة بكفر جوز شيء، رح يخلص الوقت برجع بنتلاقي بعد 10 دقايق، أجار الشقة بكفر جوز شيء وبقلب النبطية شيء تاني. طب مش مفروض يصير في توازن؟
ما فينا لأنه في سلع ما فينا نتبادلها، ما فينا ننقلها من محل لمحل. الليمون بنقله من محل لمحل تسوى الأسعار بس، ولكن إذا باخذ الشقة ما